فألهمها فجورها وتقواها. ما هو الإلهام؟ الإلهام إدراك تدركه بلا تعليم. أحيانا نحن يا أحبابي، المهندس صار مهندس بعد دراسة وبعد تجربة، فصار مهندس، عرفنا سياقة السيارة لأننا تعلمنا، لكن في شيء في الكون ما يحتاج تعليم، تجد أنك تدركه وهو الإلهام، تدركه دون أن تدري لماذا فعلت ذلك. وهذا الإدراك جعله الله في النفوس كلها، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيضا فطرنا على الطفل الصغير، يخرج من رحم أمه بعد دقيقة واحدة تلقمه صدرها ثديها فيرضع. وين الكتالوج هذا اللي معها الصغير اللي يشدره أن الطعام يدخل من هنا، ثم إن طعامه لا يأتي إليه إلا بالاستحلاب، أن يمص ثدي أمه فيرضع. هذا تعليم؟ هل طفل علم ماما؟ أنتم شفتوا أحد بابا؟ لا، تجد أنه ينطقها فطرة، يرضع فطرة. أعطي الطفل الصغير بدون كلام، أعطه كسرة خبز، أين يضعها؟ في أذنه ولا يحطها في عينه؟ لا، يحطها في فمه. طيب ما الذي أدراه أن هذه النافذة التي يطعم معها؟ ألهمه ربه.